بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحاضر الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 20 من الكتاب 23، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، أي أن هناك أشياء متحققة الحل وأشياء متحققة الحرمة، وهناك أشياء بينهما يعني يختلف فيها نظر الفقهاء والعلماء، فمنه من يجعلها حرام، ومنه من يجعلها مكروه، ومنه من يجعلها مباحة، ومنه من يجعلها خلاف الأولى. فهذه الأمور التي تشتبه على العلماء بين الحلال والحرام هذه تسمى شبهات، فنحن مأمورون أن نتعامل بالحلال وأن نترك الشبهات ونترك الحرام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 78 بعد 104,000، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، ليؤكد السماع المباشر وليس بالواسطة. ليه؟ لأن أهل الحجاز كانوا بيعتقدوا أو أهل المدينة كانوا يعتقدوا أن النعمان بن بشير لم يسمع النبي، سمع من سمع النبي، فده يؤكد أنه سمعه. وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا من ضمن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يقال أن مدار الإسلام على 3 أحاديث، هذا الحديث منها، حديث الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير، ثلث الإسلام، وباقي الأحاديث حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى ده الحديث الثاني. يبقى عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وجابهم الإمام النووي في 40 النووية، لأنه هو جعل الأحاديث في 40 النووية التي عليها مدار الإسلام فاهتم بها أيام اهتمام. ويقال أن بعد ذلك اختلفوا بعد ذلك، قالوا حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبعضهم قال أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لكن هذا الحديث من الأحاديث الهامة التي يمكن أن يفرد لها تأليف مستقل لعظم ما فيه من معاني، لأنه شمل كل ما هو حلال وكل ما هو حرام وما بينهما،
وشمل أيضا وهذا في أمور الفقه، فقه المعاملات، المعاملات مع الله ومع الخلق. ثم شمل بعد ذلك القلب وهو فقه معاملة الحق من خلال سير السائر إلى الله بمراقبة قلبه حتى يصير قلبا سليما. فشمل الإسلام من حيث السلوك ومن حيث المعاملة ومن حيث أيضا الأدب، فهو يشمل أمور كثيرة. فنسأل الله أن ينفعنا بمثل هذه الأحاديث المباركة. يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، واضح يعني في أمور حلال كل الناس عارفة أنها حلال، شرب الماء كل الناس يقول لك حلال، إنك لما تتعب تنام حلال، وما تبرد تتغطى حلال، وإنك تستظل من الشمس حلال، محدش يقدر يقول في الحاجات دي فيها حاجة، كل الناس عارفة، مش محتاج يروح الأزهر يعني عشان يعرف إن دي حلال، فهمت؟ فدي أمور بينة واضحة، فالأمور الحلال البينة واضحة، والحرام كل الناس عارفة إن الكذب حرام، وإن الزنا حرام، وإن شرب الخمر حرام، وإن قلة الأدب حرام، وإن البجاحة حرام، وإن الجرأة حرام، وإن إيذاء الناس حرام، وإن القتل حرام، وإن السرقة حرام. واضح، حاجات واضحة مش محتاج إن هو يروح يتعلم يعني. حتى القطة اللي بتربيها في البيت لما تديها أكل تاكله قدامك، لكن لو خدت أكل من وراك تاخده تخطفه وتاكله من ورا الباب. حتى الحيوان عارف السرقة، إن دي كده ما يصحش. فإذا كان الحمار والحيوان يدرك هذا، فالإنسان من باب أولى وهو المكرم بالعقل. فأمور الحرام دي كل مجمع عليها بين البشر أهل الأديان وأهل الحكمة، في أمور حرام معروفة كل الناس عارفها في جميع الأديان، وحتى من لم يتدين من الفلاسفة والحكماء اللي هم بيدعوا أنهم مصلحين بغير شرع ولكن بمقتضى العقل بس، برضو يعرفوا ان دي حرام ما يصحش. لكن في بعض الامور بقى تلاقيها مشتبهة، يجي لك في الزمن بتاعنا ايجار الارحام، ينفع اخد حيوان منوي من راجل وبويضة من امرأة ثم اخصبها واضع الاثنين دول جوه رحم امرأة ثالثة، هل يجوز هذا ام لا؟ حاجات ما كانتش موجودة قبل كده، كل واحد يقعد يفكر هل ده يجوز ولا يؤدي الى اختلاط الانساب ولا يؤدي الى ايه، وهل يجوز ان اذا كان المني من الرجل والبويضة من الزوجة وان تكون صاحبة الرحم زوجة اخرى لنفس الرجل ويبقى زيتهم في ديهم وعيلة واحدة، ولا لو كانت الزوجة المرأة التي يوضع في رحمها دي اجنبية عن الكل وليست زوجة لهذا الرجل، هل يجوز ام لا؟ يبتدي كل واحد يفكر بقى من العلماء ويقول لك لا كده ومش كده وبتاع ويجوز وكده حرام، ويبتدي يعمل قيود. دي امور مشتبهه بقى، فهمت؟ زرع الاعضاء، ينفع اخد عضو من انسان واضعه في انسان اخر، وهذا العضو لو كان عضوا حيويا بحيث لو اخذته مات هل يجوز اخذه منه قبل ان يموت بلحظه؟ ولا أكون قاتل له؟ وهل الإنسان يملك أعضاء أصلا حتى يتبرع بها أو يبيعها أو يتصرف فيها بغير إذن من الشارع أم لا؟ كل دي أمور يقعد يفكروا الناس فيها، أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فيبقى الأمور المشتبهات دي بتجد في كل عصر، كل عصر تجد، تختلف وجهات نظر العلماء فيه. من باب الورع انك تبعد وتريح نفسك، الحياة قصيرة يعني، الحياة قصيرة ومش هتفرق كتير ان انا اتعامل مع هذه الامور وليس يدوم فيها شيء. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن دليل ان ايه؟ ان يعلمها الفقهاء والمجتهدين.
يعني كأن الفقهاء والمجتهدين دول قلة من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ما لم يتضح حله أو تتضح حرمته ألحقه بالحرام احتياطا. ونرجع تاني للمسألة الأصولية، الأشياء قبل الشرع الشريف كيف توصف؟ هل توصف بالحرمة أم توصف بالحل أم يتوقف أم ليست لها وصف أصلا، لا حلال ولا حرام؟ أربعة مذاهب الأصوليين، أربعة مذاهب عند علماء الأصول، الأشياء قبل وجود الشرع أو الدليل كيف توصف؟ أصف الأشياء بأنها حرام، هذا مذهب، ويمكن المذهب ده يؤيد هذا الحديث، لأن الأمور المشتبهة ما فيش فيها دليل واضح فألحقها بالحرام، فده يؤيد هذا المذهب. وفي مذهب تاني قال لك لا، توصف ايه بالبراءة الأصلية تبقى حلال، لا أستطيع أن أصفها أنها محرمة، لأن لا يوجد عندي نص، التحريم يكون بنص، وطالما لا يوجد نص تبقى حلال. ومذهب ثالث يقول لا، لا أصفها لا بحلال ولا بحرام، أتوقف بالتوقف. والمذهب الرابع وهو الراجح يقول لك إيه؟ يقول لك ليس لها حكم أصلا، لا أتوقف ولا أصفها، أسيبها كده الناس تستعمل ما تستعمل، هي حرة. فهمت إزاي؟ وده الراجح. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يبقى الاستبراء والاحتياط أمر مطلوب شرعي، وهو يسمى عند علماء التربية الورع. من استبرأ لدينه وعرضه باتقاء الشبهات يسموه ايه؟ ورع، إنسان ورع. والورع هو أن تتعامل مع ما تحقق حله، ده الورع. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الوقوع في الأمور المشتبهة يجرئ الإنسان على أنه يكون قريب من الحرام، والإنسان بمرور الوقت نفسه تأمره بفعل المباح والتوسع في المباح، فإذا طاوعها في التوسع في المباح تأمره بالمشتبهات، فإذا طاوعها في المشتبهات تقوى عليه فتأمره بفعل المكروهات، ثم بعد ذلك تقوى عليه فتأمره بفعل الحرام. ولذا لابد أن يعامل الإنسان نفسه بأن يفطمها عن تتجرأ فتقوده إلى الحرام. وده يبين لك التربية النبوية الشريفة، أن النفس لابد أن تفطمها، النفس كالطفل إن تفطمه إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. كلما أعطيت للنفس ازدادت شرعا، وكلما أعطيتها ازدادت جوعا، حتى تطلب بعد ذلك ما ليس لها، فإذا طلبت ما ليس لها وقعت في الحرام. فيبقى من باب أولى أنك أنت تتقي الشبهات وتجعل نفسك لا تتحرك إلا في منطقة الحلال الصرف. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وده تشبيه لطيف نبوي جميل. كان كل ملك زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه إيه منطقة كده إيه اسمها الخاصة الملكية، حمى الملك، عشان ترعى فيه دواب الملك وترعى فيه إيه أموره والخاصة الملكية. الوقت مثلا نقول احنا في مصر مثلا يقول لك ايه منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب، واخد بالك؟ فاللي يجي يقترب من المنطقة العسكرية يكاد يدخل جوه، لو دخل جوه هيحولوه للتحقيق، انما طول ما هو بعيد احسن. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المشتبهات انها كالسور حول الحرام، فما تقربش للسور ده لحسن تخترقه.
ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب محل الورع الذي يجعلك أن تتقي الشبهات. يبقى الدافع الذي يجعلك تتقي الشبهات هو القلب السليم، القلب اليقظ الذي يراقب ربه ويراقب نفسه ألا يخالف الله عز وجل. فلا بد أنك أنت تصلح قلبك حتى يكون عندك بوصلة تستطيع أن تحدد اتجاه كيف تتعامل مع الأشياء، أتعامل معها في جهة الطاعة أم في جهة المعصية أم في جهة الشهوة. فإن كانت في جهة الشهوة تقوى عليك فتقع في المعاصي، وإن كانت في جهة الحرام فهذا فعل أهل إيه؟ أهل النار. فلا بد أن تصحح قلبك والله سبحانه وتعالى يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى دلنا النبي على معالجة أمراض القلوب التي تخصص فيها علماء التصوف. فعلماء الفقه تخصصوا في إيه؟ في أعمال الجوارح، والتصوف تخصص في أعمال القلوب. فلا غنى لك عن الفقه ولا عن التصوف، لابد أن تكون أعمالك صحيحة وأن يكون قلبك سليما حتى تلقى الله وهو راض عنك. فاللي استغنى عن التصوف وعاب فيه واكتفى بالحركات الظاهرة أخذ من الإسلام القشرة وترك اللب، ومن اكتفى باللب فقط تزندق وترك الأعمال الظاهرة. والكمال أن تراعي الظاهر والباطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذا هي الآية. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم وأكثر. وعن أبي قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير ابن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، يعني واضح. فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. باب بيع البعير واستثناء ركوبه، هل يجوز البيع مع الاستثناء؟ نهى النبي عن بيع وشرط، ونهى النبي عن بيع الثنية، يعني البيع الاستثناء مش كده برضو؟ واختلف العلماء في هل أي شرط في البيع يمنعه أم لا. ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى جواز الشرط الذي لا يؤدي إلى عدم الملكية، يعني الشرط المؤقت، يعني ممكن أشتري منك السيارة وتشرط علي عند شرائها وقبض الثمن إنك أنت تركبها توصل بها بيتك بقى تروح، يقول طب روحني بقى، أو عند الشافعية والأحناف يقول لك الشرط ده ما ينفعش، لأنه كأنه بيحجر على إيه؟ على تصرف المشتري بعدما قالت إليه، فهمت؟ لكن الحنابلة يقول لك ده تصرف بسيط ما يؤديش، لأنه مش هيدوم، ده شرط بسيط،
هيوصله خلاص وتقول إليه، فاهم؟ باب بيع البعير واستثناء ركوبه، يعني يستثنى ركوبه، يعني يقول له انا بعت لك البعير بس بشرط اركبها لحد ما اوصل، فاهم؟ ادي معنى استثناء ركوبه. فهذه الصوره اللي عملها سيدنا جابر بن عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات، استدل بها الحنابلة على جواز مثل هذه الشروط البسيطة التي لا تدوم، انما عارف لو الشرط دائم ما ينفعش، يقول له انا بعت لك السيارة بس على فكرة كل ما تركبها لازم تتصل بيا بالتليفون تاخد مني اذن. الله، دي بيعة دي؟ يقول له مع السلامة افتح لك، مش عايز، فاهم؟ لان ده شرط دائم. لكن لما يبقى شرط بسيط زي ده الحنابلة قال لك بسيط، ده حاجة مؤقتة وتزول. الشافعية والحناف قال لك لا، ده دي خاص بحادثة سيدنا جابر بن عبد الله، وحادثة ودي حادثة عين. ليه؟ لأن النبي لم يرد أصلا شراؤه، النبي أراد أن يتصدق له بثمنه، فهمت؟ وهنقرأ الحديث نعرف كده أن النبي أراد أن يتصدق له بثمنه ولم يرد شراؤه أصلا. لكن الأمر العام الذي ليست فيه خصوصية لأحد أن النبي نهى عن بيع الثنية وعن بيع وشرط. فنرجع للأصل ونيجي في حديثة جابر دي نقول لا يؤخذ منها أحكام، دي حاجة خصوصية جدا بين النبي وجابر بن عبد الله، إيه؟ لا نأخذ منها أحكام. فهمت مذهب الشافعية؟ فلم يأخذوا من هذا الحديث حكم جواز البيع مع الشرط. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له، على جمل له قد أعيا. أعيا يعني إيه؟ يعني حرن، يعني صار بطيء المشي، يكاد لا يريد أن يمشي، أدي معنى أعيا. فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لدرجة أنك فكر سيدنا جابر أن يسيب الجبل بقى الجمل ويمشي بقى هو، لأن سوف يسبقه الركن، فيتوه عن الركن، ففكر أن يسيبه يعني يتركه. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله. ودي من إيه؟ تدل على بركة ما يحدث من لمس النبي في الأشياء، فالنبي إذا لمس الأشياء يحدث فيها تغير مبارك يخرجها من إيه؟ من النقص إلى الكمال ببركة إيه؟ لمس اليد الشريفة صلى الله عليه وسلم. فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية. سيدنا رسول الله بيقول لجابر مش هو ده كان مغلبك؟ انا اشتريه منك، بدل ما كنت هتسيبه خالص هتخسر ثمنه. بعنيه بوقية. قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية. واستثنيت عليه حملانه. استثنيت يعني ايه؟ يعني شرطت عليه ان انا افضل راكبه لحد ما اوصل المدينه. واستثنيت عليه حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. يبقى النبي اراد ان يديله ثمن الجمل هديه. وما كستك يعني ايه؟ اتراني ما كستك يعني انقصتك حقك، انقصتك حقك. فالمكس هو نقص الحق، انك تنقص قيمه الشيء. اتراني ما كستك يعني انتقصتك من الثمن او انتقصتك حقك. لاخذ جملك يعني بسعر بخس. خذ جملك ودراهمك فهو لك. وده يبين ايه؟ كمال حسن عشرة النبي بالصحابة، وكيف انه كان في اهتماماتهم وانه يقضي حوائجهم. وان سيدنا جابر كان ابوه شهيدا في احد، وترك له اخوة 9 بنات، وكان من فقراء الانصار، والنبي اراد ان يهديه ثمنه
وأن يتبسط معه وأن يكلمه بهذه الطريقة وهو إيه في يعني في سن أبنائه. كل ده يدلك على حسن عشرة النبي للصحابة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا. والناضح هو الجمل اللي يستعمل لسقي الزرع في نقل الماء لسقي الزرع يسموه ناضح وساعات يسموه ثانية. فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير. في الجمال يسموها خلقة الناقة، وإذا كان جنس الفرس والحمار يقول حرن الفرس أو حرن الحمار، والناقة يقولوا خلقة الناقة يعني رفضت السير. أدي معنى خلقة الناقة، رفضت السير بمعنى أعيا هنا. قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل يعني مريض أو فيه علة يعني. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره. النبي إيه أخر شوية لحد ما وصل لحد البعير المتأخرة دي وزجرها ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، حصلت له بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال كنت بخير قد أصابته بركتك. قال أفتبيعوني؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غير. الكسف يقول النبي موافق ليه؟ لأنه ما عندوش جمل تاني يروي بيه النخلات اللي تركها له أبي في المدينة، فاستحيى يقول أموافق لأنه ما عندوش بديل. فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره. فقار ظهره يعني ركوبه، يعني على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، يعني ركوبه على ظهره حتى المدينة. أدي البيع، أدي الاستثناء هو. قال فقلت له يا رسول الله إني عروس، يعني ايه حديث عهد بزواج، اني عروس يعني حديث عهد بزواج. فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس الى المدينة. يعني استأذن النبي قال له ايه ان انا هستعجل شوية علشان انا كنت حديث عهد بزواج، اروح ايه امر على زوجتي واتفقد حالها وبعد كده ابقى امر عليك في المسجد اسلم لك الناقة يعني او الجمل. فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرت بما صنعت فيه فلامني فيه. خاله قال له إيه أخبرك إيه؟ قال له بعت البعير. قال له تبيعه؟ أمال هتروي نخلك إزاي؟ إزاي تبيعه؟ وقعد يلومه، فهم؟ فلامني فيه. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبة؟ لما قال للنبي أنا عروس، قام النبي سأله أنت اتجوزت؟ قال له آه. طب بكر ولا ثيب؟ الحديث ده احنا قرأناه قبل كده طبعا في باب إيه النكاح، في أبواب النكاح قبل ذلك. فقلت له تزوجت ثيبة. قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا يؤدبهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. في رواية تانية النبي قال له أحسنت،
يبقى النبي أعجب بحكمته يعني. لأن أخواته البنات صغار، فلو جاب واحدة بكر هيقعدوا طول النهار يتخانقوا مع بعض، هتبقى مشكلة. فجاب لهم واحدة عاقلة كده علشان إيه؟ تقوم بالبيت وتؤدبهم وتربيهم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل جملي وساق الحديث بقصتي وفيه، ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. علشان النبي يقول له: لا، طب شكرا. عارف انت ما تبقى مش عايز تدي واحد حاجه ثم تقول له: لا لا، خد اتفضل، كله اتفضل، يقول له: بعينيه، لا اتفضل خد، عشان يقول لك: طب شكرا. هو مش عايز لسه يبيعه لانه ملوش ناضح غيره، فهو مكسوف يقول النبي لا، وفي نفس الوقت مش عايز يبيعه. قال له: لا، هو لك يا رسول الله. هو عارف النبي مش هيقبله بلا مقابل، علشان النبي يقول له: طب جزاك الله خير، شكرا، مش عايز ابيعه. فدي برضو من ايه؟ من لطف الصحابة ايه وادابهم يعني. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: لا، بل بعني. قال: قلت: فان لرجل علي اوقية ذهب فهو لك بها. يعني انا في دين علي اوقية ذهب لواحد، اشتريه بالاوقية دي عشان اخدها منك اسدد دي. قال: قد اخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة، وكأن النبي هو اللي قال له وهو لم يشرط في الرواية دي، فاهم؟ يبقى موضوع الشرط مش واضح 100% في الرواية. هل هو اللي شرط جابر ولا النبي اللي ما اشترى؟ قال له: طب إيه، تبرع النبي له بركوبه، فهمت؟ عشان كده الشافعية ما خدوش منه حكم الحديث ده. قال لك ممكن يكون النبي اشتراه حتى، وحتى ولو قصد شرائه إلا أنه تبرع له وهو لم يشترط، فهمت؟ ويجوز التبرع، ما فيهاش حاجة. وفي رواية تانية شرط هو، واخد بالك؟ فاللي خد بالشرط زي الحنابلة خدوا برواية الشرط، والشافعية قال له: لا، ده النبي هو الذي تبرع. ولو كانت الروايات كلها بالشرط فنقول دي حادثة حال، يعني الشافعية مش هياخدوا بيه على كل حال. ليه؟ لأنه يخالف أحاديث أخرى، النبي نهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع الثنية، فهمت بقى ازاي؟ فلعندنا أدلة أخرى تانية تخلينا نتحفظ في هذا الحديث للجمع بين الأدلة. قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطيه أقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أقية من ذهب وزادني قيراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخد الزيادة دي واحتفظ بها بركة. قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. يوم الحرة دي كان سنة 63 هجرية، لما استباح أهل الشام المدينة المنورة لأنها رفضت أنها تبايع ليزيد، فاستباحوها يوم الحرة سنة 63 هجرية. فبيقول ضاعت منه الإيه؟ القيراط الزيادة ده اللي احتفظ بيه بركة كده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان حطه في كيس وضاع منه يوم الحرة. وعن أبي قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه، فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: اركب بسم الله. وزاد أيضا قال: فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك. وعن أبي قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال: فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعنيه.
فبعته منه بخمس أواق. مرة يقول أقية، مرة يقول بخمس أواق، ففي اضطراب في الثمن. فبعضهم قال لك الإمام النووي أراد أنه يجمع، قال لك يمكن كانت الأقية الذهب تساوي خمس أواق فضة ساعتها. فهم؟ يبقى الأول لما قال له أقية من ذهب تعادل خمس أواق فضة. مفيش مانع. أو أن إيه تحديد الثمن حصل فيه اختلال في تحديده من الرواة. وإن القصة واحدة إلا أن إيه الثمن حصل فيه اختلال واضطراب في تحديده من الرواة نفسه. فبعته منه بخمس أواق. قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة. قال ولك ظهره إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. مرة يقول زادني وقية ومرة يقول قيراط. يبدو أن القيراط من الذهب يساوي وقية فضة. يحتمل، مش كده برضو؟ كل دي محتملات، لكن على اي حال ضبط الثمن قد يكون التهاون في ضبطه من الرواه، لانه ما يهموش الثمن قد ايه قد ما هو بيحكي الحادثه. فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا عقبه بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا بشير بن عقبه عن ابي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، أظنه قال غازيا، واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل، لك الثمن ولك الجمل صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا بأقيتين ودرهم أو درهمين. أو شوف الاضطراب في الثمن، مرة يقول أقية، مرة خمس أواق، ومرة بأقيتين إيه ودرهم، مرة يقول ودرهمين. فيبدو أن المسألة مش مسألة ثمن، ده النبي كان أراد أن يتصدق عليه، فما يخشش في حكم البيوع. كل ده خلى الشافعيه والاحناف ما ياخدوش بالحديث وياخدوا منه احكام. ده النبي جعلها حوار مع جابر حتى يتصدق عليه فقط، وكان لا يقصد البيع ولا الشراء، ولكن مجرد ايه صوره ايه يعني مناقشه مع ايه مع جابر بن عبد الله حتى يعطيه الهديه، وليست في صوره صدقه يعني. بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال فلما قدم سرارا، والسرار ده موضع، موضع في الإيه في الطريق يعني، مكان في الطريق، أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منه. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. وعن أبي قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القصة، غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين، وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. مرة يقول نحرت ومرة يقول ذبحت. الله، هل في فرق؟ النحر انه يقطع الرقبة عند الجزع، وده يكون للجمال طويلة الرقبة، اما الذبح فيكون عند التقاء الرأس مع الرقبة، وهذا يكون لقصير الرقبة كالايه كالشياه والخراف والبقر. فالبقر للذبح والنحر يكون للجمال، وكل ما يذبح يجوز نحره وكل ما ينحر يجوز ذبحه. فاصبح يتوسع بعد كده ايه، يقول لك نحر ويقصد ذبح، واحيانا يقول لك ذبح ويقصد نحر، من باب التوسع. ليه؟ لان كل ما يجوز ما ينحر كطويل الرقبه كالجمل يجوز ذبحه، وكل ما يذبح كقصير الرقبه يجوز ايه نحر. فهمت بقى؟ يعني انت ما بتجي لك البطه كده، البطه دي ليها رقبه كده، فممكن تذبحها من اخر رقبتها
اسمها نحر، نحر طحن، وممكن تيجي عند نهاية الرأس مع بداية الرقبة وتذبح. ده صح وده صح، ده ذبح صحيح ولا ذبح صحيح شرع. فهمت بقى؟ وعشان كده ما تقولش ايه، هو مرة يقول ذبح انا بقرة ومرة يقول نحرنا، هو ذبح ولا ناحر؟ ايه الحكاية؟ في ناس بتقرأ السنة بالطريقة دي. فهمت ازاي؟ ويقول لك شوف التراب، مرة يقول خمس اواق، مرة يقول اوقية، مرة يقول ذهب، مرة يقول درهم، مرة يقول ايه ده؟ ايه ده؟ التراب اقفل ارمي احرق. الله، ما ينفعش الطريقة دي. لأن الصحابة أولا كانوا أميين وكانت حوادث بتحصل وممكن يحصل اختلاف في الثمن. أنت نفسك لو سألتك الموبايل اللي في إيدك ده أنت اشتريته بكام بالظبط وأنت شاريه من سنة يمكن تنسى. صح ولا لأ؟ لأن الإنسان ما بيهتمش بالإيه بضبط الأرقام قد ما بيهتم بالحادثة نفسها. ودول ناس بشر زينا زيهم بيتكلموا زي البشر. فممكن ما يضبطش الثمن لأن الحادثة طالت عليه نسي. النبي قال له إيه؟ وإداله إيه ساعتها؟ مش فاكر. فبيقول اي ثمن، وممكن يقول هو قاله لكن الراوي نفسه هو اللي اختلط عليه الثمن والرقم فقال اي رقم. وبالتالي مش الاضطراب في الثمن وتحديده مش معناه اضطراب في الحديث. دي طبيعه الناس كده، هي طبيعه الناس كده. واضح؟ وبعدين احيانا يقول نحر ويقصد ذبح، واحيانا يقول ذبح من باب التوسع في اللغه. فهمت ازاي؟ فما فيهاش اشكال يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير. الله، مرة شوف أربعة دنانير، خمس أواقي، أقية ذهب، درهمين، ومش عارف إيه، اضطراب. بس هذا الاضطراب لا يضر في الحادثة لأن الأمر مش هو دفع له كام، القصة مش دفع له كام، القصة ان النبي اراد ان يتصدق عليه في صورة بيع وشراء، ثم استثنى هو حملانه. وفيها ايضا ايه كرامة ايه اكرام النبي صلى الله عليه وسلم لجابر واهتمامه بايه بمشكلته ونخسه لجمله، فتغير حاله بلمس النبي له. ففيها اشياء كثيرة غير تحديد الثمن. تحديد الثمن ده اضعف حاجة في القضية كلها. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي مش ده المعنى اللي احنا نبحث عنه. قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. وممكن تبقى الأربع دنانير دي هي اللي تساوي أقية الذهب، احتمال. ما احنا ما نعرفش الموازين بتاعتهم كانت ماشية ازاي. يمكن أقية الذهب دي تساوي أربعة دنانير، حط الأقية على كفة وحط أربع دنانير على كفة يلاقيها هي دي الوزن. فهنا قلب القيمة والتاني قلب القدر، تحتمل كل ده، محتمل المقصد. نقف على باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.